يا مين؟ وريتني ما عرفت يا ابو ربه، مش فاهم، دي تهمه ماشيه على رجلين، سكتها كلها دبابير. وضح كلامك. اسمها ميرفت، متجوزه واحد ايده طايله. كل ده مش مهم. امال ايه هو المهم يا ابو ربه؟ الهانم تاخد تاشيره خروج يا بانجو. طب ازاي؟ نبعت لها واحد يقتلها يا دكتور. طب وبعدين؟ نقتله. طيب ولو اتماسك نروح كلنا في شربة مية؟ لا، دي لعبة كبيرة قوي وعاوزة لعيبة غيرنا. صح يا نونو؟ كلامك صح يا بانجو. لعبة عايزة راجل. احنا تعبنا كتير اوي اوي لحد ما وصلنا للي احنا فيه، وحرام وبعت كله بخطة. تعالش يا مربى، المقابلة انتهت. بانجو نونو، انا لسه فيوم يا ابو ركبة. الو هو انتي عاوزين مني ايه تاني؟ ارجوكي امشي، جوزي زمانه جاي. انا مش مرهوله من هنا لما يجي جوزك. تبقي مجنون يا ستي، انا هديكي اللي انتي عايزاه. انتي اصلك مش متصوره ممكن يجرالي ويجرالك ايه لو عرف. هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي انا واخويا ومن غير ذنب؟ ارجوكي ارحميني بقى. وانتي ما رحمتنيش ليه؟ يعني مفيش فايده. حاضر يا دكتور، انا هنفذ لك كل اللي انتي عايزاه عشان اريحك وارتاح انا كمان. استنيني بقى لما اغير هدومي عشان اجي معاكي. الو مديريه الامن، اكلم شوكه ديلي لو سمحت.
انا قلت لحضرتك اخر مره كنت رايح اجيب حاجات من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، رجعت لقيت الشغاله بتصرخ وبتجري على السلالم، جريت وراها ببص لقيت الست نايمه على السرير وقاطع النفس خالص، ومنها لله بقى انا شفتها بعناية دول ماسكه الحبل ورمته في الارض اللي خنقتها بيه. فندم انا بقالي 48 ساعه بتحققوا معايا من مكتب لمكتب، والله ما قتلتها صدقوني. اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه، بس انا عايزه انام ابوس ايديكم خلوني انام وارتاح. وقد قررنا تجديد حبس المتهمه على ذمه القضيه حبسا مطلقا، وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكمه بتهمه قتل السيده ميرضى بدران مع سبق الإسراء والترصد. خذ العسكري. علوي يرد على الشم وسنين خرس أولادي. ايه ده؟ بيت تعبت كده مالك؟ انت جايه فيا يا بنت؟ ابيض ولا اصفر؟ ها؟ رد. ما ترد يا بنت. انا جيت في البوكس. باين عليها خام قوي. تكونيش من الاداب يا بنت؟ انا طب القاهره. حلوه دي. طب ردي عليا، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ يعني شرفتي هنا ازاي؟ ردي ردي عليها. مظلومه والله مظلومه، ما قدرتش ما قدرتهاش. هي مين؟ مين اللي انت ما قتلتيهاش؟ ردي يا بنت، ردي يا بنت. سلام. ايه نامي ده؟ بتردي يا بنت عليا؟ ابوس ايدك اسمعي انا عايزه تنامي. فادي يا بنت، فادي يا بنت يا ولية، فادي. اوعوا وسعوا كده شويه. شيلي شيلي. ايوه بتضحكنا معاك يا ابو رجبه. كان بودي بس انتوا اللي طلعتوا اندال، وبعدها لك يا فيومي. ايرو عشان تعرفوا ان فيوم ابو ركبه مش اي كلام، لا ده مخ ومخ كبير قوي. معقوله؟ في ايه يا بانجو؟ انت الدكتوره ايه قتلت ملفت؟ ماليش دعوه انا يا حبيبي ولا حد جاب سيرتي، ابقى كده ضربت عصفورين بحجر. اخلفت ابليس
لا ولعبتها حلوة يا أبو رقبة. وكان لازم تتلعب كده. مش حتة بيت زي دي اللي تضيع فيوم أبو رقبة. يعني أنت اللي قتلتها؟ أيوة أنا اللي قتلتها. وقتل أي حد يقف في طريقي. بتقول ايه؟ هربت يا فندم. هربت ازاي؟ حسب كلام العسكري المكلف بالحراسة يظهر ان هي عملية مدبرة، وده واضح في التقرير اللي قدام سيادتك. والجميل بقى ما يحبش يسافر؟ مالكش دعوة بالجميل. الجميل ده في حماية انا، فاهم ولا لا؟ ولم تعابينك في جيبك. انا لولاها كان زمانك بتقرا عليا الفاتحة في القرافة. ليه بقى كفالة الشر؟ اسكت يا عطو. كلت أكلة زفرة في التخشيبة، جالي تسمم وعينك ما تشوف إلا النور. لولا الشابة الطيبة الطاهرة دي كان زماني مش قاعدة معاك دلوقتي. أنا مديونة لها برقبتي يا عطو. وأنا بقى عشان خاطرك يا توحة هضم رقبتي لقبتك. هو فين؟ ابعد عنه، ده واد ابن حرام وهظلمك لو قلت لك على مكانه. سيبهن انت بس، التعبان اللي زي فيومي ده محتاج لحيه تلدعه ما بين عينيه. انا بقى اللي هخدم الدكتوره بعيني. ارجوك تقول لي هو فين؟ فيوم ابو ربة قاعد في عيش تعبين، وانا خايف عليك وانت صعبان عليا. بعد اللي عمله فيا مفيش حاجه تصعب عليا ابدا. حاجة هاجي انا احلها. عندي 50 صندوق ويسك متهربين من الطيارة دلوقتي. متهربين ولا مضروبين؟ وش عرفك متهربين؟ وانا شاري. خليك برا خد لك كاس ويسك على بال ما اجيلك. ايه يا عنتر؟ خلصونا بقى من الواد ده بقى. Your love's got me high, I'm long to get by. This card is forever, love is the answer. I hear your voice now, you want my choice now. The love to bring heaven's in my heart, at your call I hear the harps. And angels sing, they know how I feel. This thing can go wrong, I can I'm just here for the
time! Featuring Kamla, Carla, Doug, and Sagan! Ladies and gentlemen, Saeed El Arkis! يبقى ما ينفعش هنا يا جميل. أمال فين؟ فين؟ في الجنة. يلا 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 يا جميل. عيوني يومي وأنا ما ماليش في الأم ولا لا كمان خلص الديسك وتعالى لي. ماشي ماشي مفيش احسن من الاستام. اول مره اذكر من غير ما اشرب كتير. عليك يا فيومي، قلت لك ما بحبش السكرانين. خلاص افوق علشان خاطرك يا جميل. بس الكلام ده الصبح. الصبح ليه؟ فوق دلوقتي عشان احبك. افوق وتحبيني. طب ازاي يا مؤاخذة يعني؟ لفوق. الله، المية هي قدام والخضرة حواليه والوجه الحسن بين ايديه. فوق. انا هقوم في مية نار. يلا علشان خاطرك يا جميل. كده حل. خلاص فقت. اخي فوقان يا ست الحسن. يعني عرفتني يا فيومي. عرفتك. حد يتوه عن الأنبولة. أنبولة. تبقى لسه سكران لانك فعلا تعرفني من زمان. في الليله سودا زي دي كان معايا 70,000 جنيه، خدتهم وهربت زي اي جبان. الدكتوره اما انا طلعت حمار بشكل. بالظبط، حمار وغبي. ودلوقتي جه وقت الحساب يا فيومي. حساب؟ ماشي. تعبت ليك يا دكتور. عمر فلوس يا فيومي. 70,000 جنيه موجودين وعليهم الارباح كمان. يا جابر اوعى تفتكر انك هتخلص مني يا فيومي. يا جابر انا يا فيومي هخلص عليك. انا بقى ما بقى
خلصت منه. مسكالي وسطك جنوبك تمسك مشرح التصريخ دي ارنب. خدها خدها على المحطه يا جدع. Chora, você foi, em um dia só me fez chorar. Chora, você foi, em um